من حسب الماضي يحسب فيها قراءتان يحسب ويحسب، فقرأ بكسر السين يحسب المشار إليهم بقوله سما رضاه وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة يحسب يحسب يحسب، لغتان في الفعل حسبا، قيل إنها لغة هذيل ولغة أهل الحجاز يحسب ويحسب، لأن الفعل الماضي حاسبا. ثم قال بعد ذلك: وقلت أذلوا بالمد واكسر فتى صفا وميسرة بالضم في السين أصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذلوا بحرب من الله ورسوله، قرأت هكذا لحمزة وشعبة فقرأ فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله، وآذنوا هنا بمعنى الإعلان والخوف تخويفا لأكلة الربا. وقرأ الباقون فأذنوا، أمر المراد به التهديد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم قال بعد ذلك: وميسرة بالضم في السين أصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قرأ المشار إليه بالألف وهو نافع فنظرة إلى ميسرة، وفيها قراءتان ميسرة وميسرة، فقرأ نافع ميسرة بضم السين. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصدقوا خلف النما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، قرأ المشار إليه بالنون من نما وهو عاصم بالتخفيف وأن تصدقوا بحذف التاء، وأن تصدقوا بحذف التاء الأولى. وقرأ باقي القراء أن تصدق بحذف التاء الأولى، وقرأ باقي القراء وأن تصدقوا بإدغام التاء في الصاد وتشديدها وأن تصدقوا. ثم قال بعد ذلك: وقل ترجعون فيه الضم والكسر عن سوى والعلى، الضم والفتح في قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لجميع القراء إلا أبا عمرو البصري قرأ هكذا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بالبناء للفاعل، وقرأ غير أبي عمرو بالبناء للمفعول. ثم قال بعد ذلك: وفي أن تضل الكسر فاذا وخفته فتذكر حقا وارفع الراء فتعدلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أن تضل قرأ بكسر الهم إن تضل، وتكون عندئذ إن شرطية، وتضل فعل مضارع مجزوم ولكنه فتحت اللام لأجل تشديدها وتضعيفها إن تضل. وجواب الشرط: فتذكر إحداهما الأخرى. وقرأ باقي القراء أن تضل، وكلمة فتذكر قرأ ابن كثير وأبو عمرو فتذكر إحداهما الأخرى أو الأخرى.
وقرأ حمزة فتذكر إحداهما الأخرى هذه قراءة حمزة. إذا حمزة يقرأ هكذا: إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقرأ أبو عمرو: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهكذا. وقرأ ابن كثير: فتذكر إحداهما الأخرى. وقرأ باقي القراء: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال بعد ذلك: تجارة انصب رفعه في النساء سوى، وحاضرة معها هنا عاصم تلا. ومعنى هذا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قرأ هكذا الكوفيون، وقرأ باقي القراء: إلا أن تكون تجارة. وتقول عندئذ: كان تامة وتجارة فاعل. ولكن في قراءة النص: كان ناقصة، واسم كان تقديره: إلا أن تكون المعاملة تجارة. أما في سورة البقرة: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة. هذه قراءة عاصم على معنى أن كان ناقصة، وتقدير الكلام: إلا أن تكون المعاملة تجارة. وباقي القراء قرأوا هكذا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وتكون كان تامة وتجارة فاعل، وحاضرة صفة للفاعل. ثم قال بعد ذلك، بعد أن قال: تجارة انصب رفعه في النساء سوى، وحاضرة معها هنا عاصم تلا. وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر، ويغفر مع يعذب ثم العلا. ومعنى هذا أن أبا عمرو وابن كثير المشار إليهما بكلمة حق قرأ قوله سبحانه وتعالى: فرهن مقبوضة. وقرأ باقي القراء: فرهان مقبوضة. ويغفر مع يعذب ثم العلا شد الجذر. ومعنى هذا أن المشار إليهم بثم العلا شد الجذر، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي قرأوا: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بجذر الفعلين عطفا على قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيحاسبكم جواب إن مجزوم، فعطف عليه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقرأ باقي القراء برفع الفعلين: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، على الاستئناف وتقدير الكلام: فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم قال بعد ذلك: شذا الجزم والتوحيد في وكتابه. وفي التحريم جمع حما على. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قرأ حمزة والكتاب بالإفراد: وكتابه. وقرأ باقي القراء: وكتبه على الجمع.
لأن الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى متعددة. أما كتاب هو اسم جنس للكتب. وفي سورة التحريم: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أو وكتابه. فقرأ وكتبه جمع حما على يعني أبو عمرو وحفص وكتبه وباقي القراء وكتابه. ثم قال بعد ذلك: وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني مع الحلى. هذه آت الإضافة، فكلم البيت وطهر بيتي للطائفين قرأها بالفتح. أصل عدل بحسنة يعني نافع وهشام وحفص وطهر بيتي وباقي القراء وطهر بيتي بإسكان الياء. أما قال: لا ينال عهد الظالمين، قرأ بإسكان الياء عهد الظالمين، قرأها بذلك حمزة وحفص وباقي القراء قرأوا بفتحها. قال: لا ينال عهدي الظالمين. فاذكروني أذكركم، قرأ بفتح الياء ابن كثير وباقي القراء قرأوا فاذكروني أذكركم. وبيتي وعهدي فاذكروني من غيرها. وربي في قوله تبارك وتعالى: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قرأ حمزة بإسكان الياء ربي الذي يحيي ويميت، والباقون قرأوا ربي الذي يحيي ويميت. وربي وبي مني وإني، بي في قوله سبحانه وتعالى: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فتح الياء ورش. مني في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا، فتح الياء نافع وأبو عمرو. وإني في الموضعين: إني أعلم غيب، إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم غيب السماوات والأرض، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وباقي القراء قرأوا بالإسكان. ونسأل الله تعالى التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بتوفيق الله تعالى في شرح آل عمران. وقبل أن أبدأ في شرح فرش سورة آل عمران، أؤكد أولا على التاءات التي شددها البزي في سورة البقرة. أؤكد أولا على التاءات التي قرأها البزي بالتشديد، وهي تبدأ من قول الإمام الشاطبي: وفي الوصف البزي شد التيمم وفاء توفى في النساء عنه مضمنا أو مضمنا. وفي آل عمران له لا تفرق ولم عام فيها فتفرق من سلا. وعند العقود التاء في لا تعاون ويرمي ثلاثا في تلقف مثلا أو في تلقف مثلا إلى أن قال: وكنتم تمنون الذي لا تفكهون عنه على وجهين فتها محصلا. وهذه التاءات تقرأ بالتشديد للبز عن ابن كثير في حال الوصل، فإذا كان قبلها حرف مد فإن حرف المد يمد مدا مشبعا بمقدار 6 حركات كالمد اللازم تماما. وأما إذا كان قبلها ساكن فإن التاء تشدد فقط، وهذا في حال الوصل. أما إذا وقفنا على الكلمة التي قبلها فإن البز كغيره من القراء يبدأ بالتاء مخففة وليس فيها تشديد. ومن هذه الأبيات
قول الإمام الشافعي وفي الحجرات التائفي لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا. ومعنى هذا أن في صفة الحجرات قال الله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأيضا موضعان قبل ذلك في قوله تعالى ولا يتنابهوا بالألقاب ولا يتجسسوا. فهذه التاءات لكونها وقعت بعد حرف مد فإنها تمد مدا مشبعا بمقدار 6 حركات. وأما كنتم ولقد كنتم ولقد كنتم تمنون فظلتم تفكهون. فالبيت في الشاطبية يفيد أن في هاتين الكلمتين وجهان التشديد والتخفيف. ولكن القول الحق المعمور به من رواية الشاطبي وفي التيسير أن ليس فيهما إلا التخفيف كباقي القراء في هذين الموضعين في قوله وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين تفهم محصلا. وقد ذكرت قبل ذلك ياءات الإضافة الواقعة في سورة البقرة والتي يدور فيها العمل بين الإسكان والفتح. ومن ياءات الزوائد الواقعة في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى واتقوني يا أولي الألباب. فإن أبا عمرو يثبت الياء وصلا ويحذفها وقفا. وأيضا في قوله تبارك وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فهاتين الكلمتين فيهما ياء زائدة ويثبت هذه الياء الزائدة وصلا. ورش وأبو عمرو البصري أما في حال الوقف فإنهما يحذفان هذه الياء. والفرق بين الياء الزائدة وياء الإضافة أن الياء الزائدة يدور فيها العمل بين الحذف والإثبات، وأما ياء الإضافة فالعمل فيها يدور ما بين الفتح والإسكان. هذا ما ورد في فرش سورة البقرة. وأما في سورة آل عمران يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى وإجزاعك التوراة ما رد حسنه وكلل في جود وبالخلف دلنا. ومعنى هذا أن كلمة التوراة أينما وقعت في القرآن الكريم مثال ذلك وأنزل التوراة والإنجيل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها مثل الذين حملوا التوراة. كلمة التوراة أينما وقعت فإنها تقرأ بالإضجاع عند المشار إليهم بقوله وإضجاعك التوراة ما رد حسنه، وهم ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو البصري يقرؤون بالإضجاع قل فأتوا بالتوراة فاتلوها وأنزل التوراة والإنجيل. ومعنى الإضجاع، الإضجاع معناه الإمالة الكبرى، فالإضجاع والإمالة بمعنى واحد، الإضجاع والإمالة بمعنى واحد. أما التقليل فهو يسمى إمالة صغرى لأنه يميل إلى الفتح غالبا. وإضجاعك التوراة ما رد حسنه
وكلل في جود. ومعنى هذا أن الراء في التوراة أيضا تقلل عند حمزة وورش، فيقرآن هكذا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. مثل الذين حملوا التوراة وأنزل التوراة والإنجيل، هذا هو التقليل عند حمزة وورش. وأما قانون فله وجهان: الفتح والتقليل. قل فأتوا بالتوراة، قل فأتوا بالتوراة عند قانون، وهذا معنى قوله وقلل في جود وبالخلف بلل، الباء رمز لقانون. إذا القانون له فيها وجهان: إما التقليل وإما الفتح. وباقي القراء قرأوا بفتح الراء وأنزل التوراة والإنجيل، قل فأتوا بالتوراة تتلوها، يعني باقي القراء قرأوا بفتح الراء ما عدا ما ذكرته من أصحاب الإمالة يعني الإجياع وأصحاب التقليل. ثم قال بعد ذلك: وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وكللا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا، يعني الفاء لحمزة والراء للكسائي، فحمزة والكسائي يقرآن باء الغيب. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وباقي القراء يقرؤون بفاء الخطاب: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقراءة التاء وقراءة الغيب فيها التفات من الغيبة للخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة. وفي ترون الغيب خص وكلل. ومعنى هذا أن الخاء رمز للقراء السبعة ما عدا نافع. ومعنى هذا أن القراء الستة من ابن كثير إلى الكسائي يقرؤون قوله تبارك وتعالى: وأخرى كافرة يرونهم بياء الغيبة. يبقى معنا نافع، فنافع يقرأ بفاء الخطاب: وأخرى كافرة ترونهم، وورش يقرأ: وأخرى كافرة ترونهم بتاء الخطاب. وهذا معنى قوله وترون الغيب خص وكللا. قوله وترون الغيب خص وكللا معناها في قوله تبارك وتعالى: وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قرأ القراء الستة من ابن كثير إلى الكسائي: وأخرى كافرة يرونهم بياء الغيبة. وقرأ نافع وحده بفاء الخطاب: وأخرى كافرة ترونهم، لمناسبة كاف الخطاب في قوله تعالى: قد كان لكم آية لكم، فنظرا لتاء الخطاب ونظرا لكاف الخطاب قرأت أيضا ترونهم بتاء الخطاب لنافع. إلا أن ورشا يقرأ هكذا: وأخرى كافرة ترونهم،
وقالوا وأخرى كافرة ترونهم وباقي القراء بياء الغيبة. وقوله ورضوان مثل غيرتان العقود كسره صح إن الدين بالفتح رتلا. ومعنى هذا في قوله تعالى وأزواج مطهرة ورضوان من الله، وأيضا في المائدة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وفي التوبة أيضا ورضوان من الله أكبر، قرأت بضم الراء ورضوان في جميع المواضع إلا الموضع الثاني في سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه. فقد اتفق القراء السبعة على قراءته بكسر الراء. أما المواضع التي ذكرتها قبل ذلك قرأها شعبة المشار إليه بالصاد من صح بضم الراء ورضوان من الله، ورضوان من الله أكبر يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وكلمة رضوان أو رضوان مصدر لرضيا، يعني مصدر رضيا. وقوله إن الدين بالفتح رتلا، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، قرأها الكسائي المشار إليه بالراء من رتلا، قرأها بفتح الهمزة أن الدين عند الله الإسلام، بدل من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أو أنه معطوف حذف منه الواو، وقرأ باقي القراء إن الدين عند الله الإسلام بكسر الهمزة على الاستئناف. وقوله وفي يقاتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قرأها حمزة ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من باب المفاعلة من الجانبين، من باب فاعلة. وباقي القراء قرأوا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من القتل، ويكون القتل من جانب واحد. ومعنى هذا أن الكافرين يقتلون الذين يأمرون بالعدل والقسط من الناس. ثم قال بعد ذلك وفي بلد ميت مع الميت خفت صفى نفر والميتة الخف خولا. ومعنى هذا في قوله تعالى سقناه لبلد ميت بسورة الأعراف، فسقناه إلى بلد ميت بسورة فاطر، وأيضا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يعني كلمة الميتة أينما وقعت قرأت بالتخفيف سقناه لبلد ميت، فسقناه إلى بلد ميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قرأت بالتخفيف هكذا للمشار إليهم بقوله صفى نفر وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة،
وباقي القراء قرأوا بالتشديد سقناه لبلد ميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ثم قال بعد ذلك والميتة الخف حولا. الميتة قوله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بسورة ياسين قرأت بالتخفيف أيضا الميتة للمشار إليهم بالخاء وهو القراء السبعة إلا نافعا. أما نافع فقد قرأ بالتشديد وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وكان على الإمام الشاطبي أن يقيدها بسورة ياسين إلا أنه والله أعلم أن الشعر لم يساعده في ذلك. أما إنما حرم عليكم الميتة بالبقرة والنحر وحرمت عليكم الميتة بسورة المائدة وكلمت ميتا بالزخرف وسورة قاف فقرأت بالتخفيف وسكون الياء للقراء السبعة جميعهم. والميتة الخف قولا. ثم قال بعد ذلك وميتا لدى الأنعام والحجرات خف وما لم يمت للكل جاء مثقلا. ومعنى هذا أن كلمة ميتا في سورة الأنعام في قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وأيضا في سورة الحجرات أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قرأت أيضا بسكون الياء بسكون الياء في الموضعين للمشار إليهم بالخاء وهم القراء السبعة ما عدا نافعا. ونافع أومن كان ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا في الموضعين. معنى هذا أن الذي لم يمت بالفعل وإنما سيموت بعد ذلك فقرأ بالتشديد لجميع القراء السبعة. مثال ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون إنك ميت وإنهم ميتون. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فهذه المواضع قرأت بتشديد الياء لجميع القراء لأنه لم يمت فعلا وإنما سيموت بعد ذلك. وهذا معنى قوله وما لم يمت للكل جاء مثقلا. ثم قال بعد ذلك وكسلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعتوا وضموا ساكنا صحة السلا. ومعنى هذا في قوله تعالى وكسلها زكريا قرأت بالتشديد وكفلها للكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكفاء وباقي القراء قرأوا بالتخفيف وكفلها. ثم قال بعد ذلك وضعت وضم ساكنا صحة الثلا يعني أن المشار إليهما بقوله صحة الثلا وهما شعبة وابن عامر قرأ
قوله تعالى والله أعلم بما وضعت، ومعنى هذا أن الله تعالى يخبرنا عن أم مريم قالت هكذا والله أعلم بما وضعت. وباقي القراء قرأوا والله أعلم بما وضعت، ومعنى هذا أن الله يعلم سبحانه وتعالى أن أم مريم قد وضعت أنثى، هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، أي ما هو أخفى من السر. ثم قال بعد ذلك وقل زكريا دون همز جميعه سحاب، وقل زكريا دون همز جميعه سحاب ورفع غير شعبة الأولى. ومعنى هذا أن كلمة زكريا اسم لنبي من أنبياء الله، كلمة زكريا أينما وقعت في القرآن الكريم قرأت بالألف مقصورة زكريا للمشار إليهم بقوله سحاب، وهم حمزة والكساء وحفص زكريا. وباقي القراء ألحقوا بها همزة فتقرأ هكذا زكريا، وهي حسب موقعها في الإعراب رفعا ونصبا، مثال ذلك وكفى لها زكرياء، كلما دخل عليها زكرياء المحراب، وأيضا وزكرياء ويحيى، يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وكل منهم على أصله في مد المتصل، لأنها حينما ألحق بها الهمزة صارت مدا متصلا. ثم قال بعد ذلك ورفع غير شعبة الأولى، ومعنى هذا أننا إذا ضمننا كلمة كفلها لزكريا فإن شعبة يقرأها كذا وكفلها زكرياء، وكفلها زكرياء بنصب كلمة زكريا على المفعولية. ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي كفلها زكرياء، فالهاء في كفلها يعود على مريم، وزكرياء مفعول ثاني، والذي كفله الله سبحانه وتعالى. أما باقي القراء فقرأوا وكفلها زكرياء، وعندئذ زكريا يصير فاعلا لكلمة كفلها. وذكر فناداه وأضجعه شاهدا من بعد إن الله، من بعد أن الله يكسر في كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فنادته الملائكة قرأت بالتذكير مع الإضجاع، يعني الإمالة للمشار إليهم وهما حمزة والكساء، فقرأوا هكذا، فقرأ هكذا فناديه الملائكة. وباقي القراء قرأوا بتاء التأنيث فنادته الملائكة، وكل منهم على أصله في مد متصل. والتأنيث والتذكير مداديا، لأن جمع التكسير يجوز تأنيث فعله وتذكيره مجازيا، من ناحية المجاز يجوز تذكيره وتأنيثه، فتقول جاء الرجال وجاءت الرجال. من بعد أن الله يكثر في كلا، ومعنى هذا
في قوله تعالى أن الله يبشرك بيحيى قرأت بكسر الهمزة إن الله يبشرك بيحيى أو إن الله يبشرك بيحيى للمشار إليهما في كلا وهما حمزة وابن عامر قرأ بكسر الهمزة لإجراء النداء نظر الفعل والمعروف أن إنا تكسر بعد القول وباقي القراء قرأوا بفتح الهمزة أن الله يبشرك بيحيى بفتح الهمزة على تقدير حرف الجر بأن الله يبشرك بيحيى وهكذا ثم قال بعد ذلك مع الكهف والإسراء يبشرك السماء نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا ومعنى هذا أنه في سورة آل عمران يبشرك بيحيى وأيضا في سورة الإسراء ويبشر المؤمنين وفي الكهف كذلك ويبشر المؤمنين أيضا قرأ بضم الياء وتشديد الشين مكسورة يبشر للمشار إليهم بقوله كم سما نعم ضم حرك وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم يبقى معنا حمزة والكسائي يقرآن بفتح الياء وسكون الباء إن الله يبشرك بيحيى أو أن الله يبشرك بيحيى وكذلك أيضا ويبشر المؤمنين في الإسراء والكهف هذه قراءة حمزة والكسائي في السور الثلاثة ثم قال بعد ذلك نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كات مع الحجر أولا ومعنى هذا أنه في قوله تعالى في سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده قرأ بضم الياء وتشديد الشين مكسورة ذلك يبشر الله عباده يبشر المشار إليهم بقوله نعم عم وهم عاصم ونافع وابن عامر ويبقى معنا ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون هكذا ذلك الذي يبشر الله عباده نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا ومعنى هذا أن حمزة وحده قرأ بعكس ذلك في سورة التوبة قرأ حمزة يبشرهم ربهم برحمة منه وقرأ أيضا في سورة مريم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وأيضا في الحجر قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم هذه قراءة حمزة وباقي القراء قرأوا بتشديد الشين مكسورة هكذا نبشرك ثم قال بعد ذلك نعلمه بالياء لست أئمة وبالكفر أني أخلق اعتاد أفصلا ومعنى هذا في قوله تعالى ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل قرأ بالياء ويعلمه ب
بمناسبة قوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه، قرأ بالياء المشار إليهما بقوله نص أئمة وهما نافع وعاصم، وباقي القراء قرأوا بالنون نون العظمة ونعلمه الكتاب والحكمة. وبالكسر أني أخلق إعتاد أفصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى من ربكم إني أخلق لكم من الطين، قرأ بكسر الهمزة وفتح ياء الإضافة المشار إليه بالألف للإعتاد وهو نافع. وباقي القراء قرأوا من ربكم أني أخلق لكم من الطين، إلا أن ابن كثير وأبا عمرو قرأ بفتح ياء الإضافة من ربكم أني أخلق لكم من الطين، أو من ربكم أني أخلق لكم من الطين لأبي عمرو. وباقي القراء قرأوا من ربكم أني أخلق لكم من الطين، وكل منهم على أصله في مد المنفصل. ثم قال بعد ذلك: وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على. ومعنى هذا في قوله تعالى: كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأيضا فأكون طيرا بإذني في صورة مائدة. قرأت هكذا طيرا للقراء الستة من ابن كثير إلى الكسائي، يراد بذلك جنس الطير. فأكون طيرا المراد بذلك جنس الطير. وقرأ نافع وحده: كهيئة الطير فيكون طائرا بإذن الله، وكل من راويه على أصله في المد، فقالوا يمد أربع حركات وورش يمد ست حركات لأنه مد متصل طائرا، والمراد به طائر واحد. قيل إنه الخفاش الذي أحياه الله تعالى على يد سيدنا عيسى عليه السلام، وياء في نوفيهم على. ومعنى هذا في قوله تعالى: فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، قرأها بالياء حفص فقط، وذات القراء قرأوها بالنون: فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ونسأل الله تعالى التوفيق فيها: ها أنتم زكا جنا وسهل أخا حمد وكم الدر الجلا، ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا وسهل أخا حمد وكم الدر الجلا. وفيها إه التنبيه من ثابت الهدى وإبداله من هلفة ذال ذمنا، ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وذيهم به الوجهين للكل حملا، ويقصر في التنبيه بالقصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وأيضا في سورة النساء: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا
وأيضا في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ها أنتم، ها حرف تنبيه، وحرف التنبيه يدخل على اسم الإشارة مثل هذا، ويدخل أيضا على الضمير مثل ها أنتم. يقول الإمام الشافعي: ولا ألكم فيها ها أنتم زكى زلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله زكى زلا وهما قنبل عن ابن كثير وورش عن نافع يحذفان الألف من هاء التنبيه فيقرآن هكذا: يقرأ قنبل هأنتم بحذف الألف، ويقرأ ورش هأنتم بحذف الألف من هاء وتسهيل الهمزة. ولذلك يقول أيضا: وسهل أخا حمد وتم الدل الجلى. أخا الألف نافع، وحمد الحاء لأبي عمرو البصري. إذا نافع وأبو عمرو يسهلان الهمزة. ولكن كما ذكرت ورش يسهل مع حذف الألف من هاء التنبيه ها أنتم. وأما قارون عن نافع وأبو عمرو البصري يثبتان الألف في هاء التنبيه مع تسهيل الهمزة فيقرآن هكذا: ها أنتم، ها أنتم. وكل منهم أيضا على أصله في قصر المنفصل وتوسطه، مثل قارون والدوني في الوجه الثاني. ها أنتم. وهناك أيضا ورد وجه آخر عن ورش، وهو إبدال الهمزة ألف مع المد المشبع ست حركات، فيقرأ هكذا: ها أنتم أولئك تحبونهم، في المواضع الثلاثة أيضا. إذا ورش له وجهان: حذف الألف وتسهيل الهمزة ها أنتم، والوجه الثاني ها أنتم مع المد المشبع. وأما قارون وأبو عمرو فلهما إثبات الألف في هاء التنبيه مع تسهيل الهمزة ها أنتم. وأما قنبل فإنه يحذف الألف من هاء التنبيه ويحقق الهمزة فيقرأ هكذا: ها أنتم. ثم قال الإمام الشافعي مبينا حقيقة هذه الأنهاء فقال: وفي هائه التنبيه من ثابت الهدى وإبداله من همزة زال زملا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله من ثابت الهدى وهم ابن ذكوان والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي والهاء للبزي، فهؤلاء اعتبروا هذه الألف أنها هاء التنبيه. وقد ذكرت أنها تدخل أحيانا على اسم الإشارة
وأحيانا تدخل على الضمير ها أنت. وأما ذان زمن وهما قنب وورش فاعتبروا هذه الهاء أنها مبدلة من الهمزة والتقدير أأنتم أأنتم ثم أبدلت الهمزة هاء. وهذا معنى قوله وإذ داره من همزة زان زمن. ثم قال بعد ذلك ويقصرك التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدر والهان عنه مثيلا. ومعنى هذا أنه من جعلها هاء تنبيه فهو على أصله في قصر المنتصر وتوسطه حسب كل واحد منهم على مذهبه. وإذ داره ويقصرك التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدن والذهان عنه مسهلا. يعني ذو البدن أي الذي أبدل الهمزة هاء تنبيه إذ أصلها أأنتم له. ويقصرك التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدن الوذهان له الوذهان يعني القصر والتوسط أيضا. ثم قال بعد ذلك ويحتمل الوجهين عن غيرهم. يعني يحتمل أن تكون الهاء للتنبيه ويحتمل أن تكون مبدلة من الهمزة عن غير ما ذكرتهم في هذه الأبيات. ثم قال بعد ذلك وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعده بالكسر ذلنا. الذان رمز لابن عامر والكوفيين. ومعنى هذا أن ابن عامر والكوفيين قرأوا قوله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قرأوها تعلمون بضم تاء الفعل المضارع وتشديد اللام ويكون فعل عندئذ ينصب مفعولين وتقدير الكلام. تعلمون الناس الكتاب أو تعلمون الطالبين الكتاب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بما كنتم تعلمون الكتاب بفتح التاء وسكون العين وعندئذ ينصب مفعولا واحدا تعلمون الكتاب. ثم قال بعد ذلك من بعده بالكسر ذلنا ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالداء آتينا وبالضم قولا. يقول وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعده بالكسر ذلنا ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالداء آتينا وبالضم قولا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بروحه سنى وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو والكساء يقرؤون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم برفع الفعل وتكون الجملة مستأنفة
والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم. وقرأ ابن عامر وعاصم والكسائي ولا يأمركم بنصب الفعل وتقدير الكلام ولا له أن يأمركم. ومعنى هذا أن الفعل منصوب بأن مضمرة أو أن الفعل معطوف على قوله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله، معطوف على أن يؤتيه الله، وتقدير الكلام ولا له أن يأمركم. قرأ بنصب الفعل ابن عامر وعاصم وحمزة، ثم قال بعد ذلك وكسر لما فيه ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا وبالضم حولنا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، آتيتكم بفاء المتكلم مضمومة، آتيتكم هذه هي قراءة المشار إليهم بالخاء من خولة، وهم القراء الستة من ابن كثير إلى الكسائي. أما نافع قرأ وحده لما آتيناكم من كتاب وحكمة بنون العظمة، إذن فيها قراءتان لما آتيتكم لما آتيناكم. ثم قال بعد ذلك وكفر لما فيه وبالغيب ترجعون عادا وفي تبغون حاكيه عولا. وكفر بما فيه، ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من فيه وهو حمزة، قرأ قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيتكم، واللام حرف جر متعلقة بأخذ، وما مصدرية، وتقدير الكلام لما إتيانكم أو لما إيتاؤكم لما إيتاؤكم. إذن ما مصدرية واللام حرف جر متعلق بكلمة أخذ. وباقي القراء قرأوا لما آتيتكم أو لما آتيناكم عند نافع لما، وعندئذ لا تسمى لام الابتداء أو تسمى اللام الموطئة للقسم، لأن أخذ الميثاق بمعنى القسم والاستحلال، وما عندئذ تكون شرطية جازمة منصوبة أيضا في محل نصب. وكسر بما فيه وبالغيب ترجعون عادا وبالغيب ترجعون عادا وفي تبغون حاكيه عولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يرجعون قرأ بإبياء الغيبة يرجعون المشار إليه بالعين من عادة وهو حفص. وباقي القراء قرأوا ترجعون على الانتفاق. وأما يرجعون بياء الغيبة
على حد قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك. وأما يبغون طرأها بياء الغيبة حاكيه عولا وهما أبو عمرو وحفص. إذا أبو عمرو يقرأ هكذا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. بتاء الخطاب. وأما حفص يقرأ هكذا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.